خلونا دلوقتي نروح لحاجة تانية. وفي الحقيقة مهرجان العالمين بيشهد مشاركة كبيرة جدا بين طلبة الجامعات المشاركة في النسخة الثانية من المهرجان هذا العام، ومن ضمنهم كورال فرقة الإسكندرية اللي بيواصل حفلاته في مهرجان العالمين. فخلونا نشوف التقرير ده ومن بعده نطلع لفاصل ونرجع نكمل الكلام، فخليكم معنا. والله احنا جالنا تكليف، وبجد تكليف مشرف من سيادة رئيس جامعة اسكندرية، بان احنا النهارده هنشارك نقلة في الثانوية العامة ونعمل احتفال وكمان في مدينة العالمين. يعني دي حاجة اسعدتنا جدا، وحضرنا بقى حبينا نحضر كل الاغاني المبهجة تبسط الطلبة وتهنيهم بنجاحهم. يعني المسرح الروماني انا حاسة يعني ان احنا اتنقلنا في حتة تانية، يعني او رحنا مكان تاني. تجهيزات كانت يعني عالية جدا، الصوت كان حلو جدا، الجمهور كان متفاعل وكنا حاسين بده. يمكن حضرتك حضرت الحفلة وكنت حاسس بتفاعل الجمهور معانا في الكورال، وده كان اسعدنا جدا. يعني والله هو كان يوم لذيذ يعني، وكان العرض ما شاء الله جميل، وكان حضور جمهور جميل كله سواء طلبة أو أولياء أمور أو أهالي. اتبسطنا طبعا ان احنا عرضنا في مسرح زي ده، خصوصا بعد ما العالمين اتجددت وبقت احسن كمان من الاول. مدينه العالمين مدينه كبيره وجديده. اتدربنا فتره كده مع دكتوره شرهان واستاذ وائل، ودربنا على اغاني الاسكندريه والنجاح يرفع ايده لطلبه الثانويه العامه. احنا بقالنا طبعا فتره كبيره في كورال وكده، بس للحفله يعني قعدنا ندرب حوالي اسبوع كده ولا حاجه، بس لا كان احساسنا حلو يعني. بجد اليوم كان ممتع جدا، اكتر حاجه انبسطت بيها فعلا تفاعل الجمهور معانا. وطبعا يعني عايزه اشكر اكيد المتحده ان هي استضافتنا احسن استضافه يعني، ودكتوره شريهان اللي تعبت معانا جدا اثناء البروفات عشان نطلع بالمنظر الحلو ده يعني. المكان جميل بصراحة، يعني انبسطت جدا، حتى الكورال الصوت كان جميل والأغاني اتفاعلنا معاهم، حتى يعني كل أصحابي كانوا بيهيصوا معاهم وكانوا متفاعلين جدا، والمكان كان حلو يعني، واليوم كان جميل خالص. أول مرة أجي هنا، كنا الأول في المهرجان هناك شغالين في الأعمال الفنية وكده، وبعد كده خلصنا وجينا على الحفلة هنا. كان كورال الإسكندرية تحفة بصراحة، يعني كانت حاجة جميلة وأول مرة أحضر حاجة زي كده واستمتعت. تحفة تحفة جدا بصراحة، يعني أول مرة أحضر حاجة زي كده واستمتعت جدا، والتنظيم زي الفل ما شاء الله يعني.